الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. قد نزرع الإيجابية داخل نفوسنا عن طريق الأمل والتفاؤل، فكيف لو كنا نزرع الإيجابية بالفعل على شكل نبتة؟ منال بوتشيري الإخصائية الزراعية صاحبة الروح الخضراء، من بداية مشوارها الزراعي وهي تؤمن بوجود علاقة كبيرة بين الإنسان والنباتات ودورها في التأثير عليه وعلى حياته النفسية. طبعاً يوم صغيرة أحب الزراعة، وأتذكر أن إحنا كنا ساكنين حتى في المحرق، وكونك أقرب حديقة عندنا حديقة الكازينو. كنت وايد أحب أروح ويا الأهل وأطلع على الزرع والزهور الموجودة هناك. طبعاً الزراعة ممكن أن نتعلم فيها سيكولوجية جميلة، فيها مهارات، فيها أشياء حلوة، وطورت نفسي في ذي المجال الزراعي. أخذت كورسات داخل البحرين وخارج البحرين. طبعاً إنجازاتي اللي حصلت يعني كان شرف لي وإنجاز يعني عظيم لي في حصولي على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة. حصلت جائزة أفضل منتج زراعي، فكان لي شرف يعني في هذه حصولي على هذه الجائزة. نشاطي الزراعي في فترة الكورونا طبعاً تطور، حصلت وقت أكثر حق أمارس هذه الهواية، فحصلت وقت وايد للقراءة والاطلاع، تواصلي مع البرامج، تعلمت برامج يعني إلكترونية أكثر لأن احتاجناها أكثر، فطورت نفسي في التواصل الاجتماعي أكثر وأكثر. طبعاً اتساع الوقت في ظل فيروس كورونا كان لمنال مصدر إلهام في خلق أفكار زراعية جديدة خاصة بالطفل، إلى جانب ابتكارها منتجات زراعية تراثية. المنتجات اللي أقمتها يعني وابتكرتها تناسب مع جميع يعني المناسبات، سواء زراعية أو ذي، يعني كانت يأخذونها في أعياد الميلاد ممكن نستخدمها أو نهديها. ضفتها حتى حق القرقعون، ممكن ان يعني هدية زراعية تكون حق القرقعون. طبعا في العيد بعد ايضا ممكن ناخذ المنتج مالي ونضيف فيه مثلا العيدية، نسوي هدية وعيدية. ليش ما نخلي الطفل يتفاعل؟ يعني مو بس يحصل عيدية وهو قاعد في البيت، بعد العيدية معاها هدية. طبعا في وقت الكورونا في يطني افكار حق منتجات، قلت ليش ما أربط التراث البحريني أو التاريخ البحريني في إحدى منتجاتي. في منتج جديد يعني ما نزل في الأسواق اللي هو جرة دلمون، فحبيت أن تكون أدخل الفخار البحريني مع الزراعة البحرينية في المنتج هذي، فسميته دلمون جار. فسويت جرة أن تكون يعني المنتج يعني 100% يكون بحريني. جرة هذه ممكن أن الطفل يعني يزرع فيها. طبعاً واختارت الفخار، فخار عالي، فخار بحريني، إنه ممكن هو الطفل يزرع فيه. واختياره حق البذور كان اختيار يعني بذور في 3 أيام تزرع. طبعاً الطفل ما عنده صبر، لازم نختار له بذور سريعة النمو. طبعاً منتجاتي هذه يعني حصلت إقبال أكثر. عندي منتج الحيبية أيضاً، هذه ممكن استخدام الحيبية، خليت الأطفال إنه يزرعون في شيء يكون صديق للبيئة. طبعاً هذه الريسايكل بيكون وبيذوب، طبعاً ما بيوسخ البحر أو شيء، بإمكانهم ما يحطونه في البحر يرمونه أو حتى يزرعونه ويعلقونه في حديقة البيت. تعلق منال بعالم الزراعة
جعلها مطلعة على الحضارات الزراعية الخاصة بالدول، ومتسع الوقت في هذه الفترة توجهت منال إنها تدمج بعض من الحضارات الزراعية وتحولها إلى منتج زراعي يحمل طابع بحريني. الكوكوداما هي طبعاً من التراث الياباني القديم، حبيت أن هاي الثقافة أن تتواجد عندنا. طبعاً هي كوكوداما هي عبارة عن كلمتين. الكوكوداما هي عبارة عن كرة الطحلب، كرة نغلفها طبعاً بالطحالب توفر لنا الماء والطحلب، هي أحد الفنون الإيكيبانا اليابانية، فتوفر فيه الماء والمساحة. طبعاً إحنا المعمار الحين حالياً في اليابان أو صار يعني عمودي، فنحاول إنه نوفر فيه طبعاً المساحة ونوفر فيه الماء. فهي الحدائق طبعاً تسمى أيضاً الحدائق المعلقة، وشلون حولتها إلى يابانية، من يابانية إلى بحرينية. في هذه الفترة طورت منال مهاراتها في التواصل الاجتماعي مع متابعينها في إقامة العديد من الورشات والدورات المباشرة. طبعاً في فترة الكورونا يعني تعلمنا على مثلاً برامج جديدة كانت عن طريق طرحنا في اللايف، يعني وأيضاً عن طريق برنامج زوم طرحت عدة ورش، وفي جهات رسمية أيضاً وهيئات طلبت مني أن أقدم ورش حق الكورونا. طبعاً الورش كانت في مجلس التعاون في هيئات أو في مثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة، طلبتني أيضاً أقدم لها في جهة معينة يعني دورات، وفي جمعيات وفي مؤسسات أيضاً طلبت مني أقدم لها حق موظفينها برامج ترفيهية تكون في المجال الزراعي. وفي برنامج قائم في إعداده طبعاً طرح طبعاً مواهب وقصص بحرينية حق رائدات، سيدات بحرينيات رائدات في المجال الزراعي، يعني وبسوي لقاء معهم وكل واحدة بتقول لي قصتها في حديقتها، فقصة جميلة ونتعرف على مواهب بحرينية ونساء بحرينيات يعني مع قصص في حديقة. متسع الوقت جعل لمنال مشاركات وكتابات عديدة كان الهدف منها تعزيز ثقافة الإنسان الزراعية. يعني واطلاعي في المجال الزراعي والبيئي، وأنا طبعاً أحب وايد أن أقرأ في هذا المجال وأطور من نفسي، وأشجع كل إنسان عنده إلمام واهتمام في أي مجال أن يطور نفسه بالقراءة. طبعاً القراءة لها دور يعني رئيسي عندي في كل يوم، لازم يعني أطلع فيه وأقرأ فيه عن كل شجرة، كل نبتة أو كل تقنية في أي دولة. يعني واطلاعي في ذي المجال يعني أحب وايد القراءة، من كذي يعني أحب كتاباتي، يعني وعندي طبعاً صفحة في مجلة الأمن، صفحة الأمن البيئي، أحب أن أكتب فيها في المجال الزراعي والبيئي. إلى جانب الزراعة الداخلية اللي تقوم فيها منال، إلا أن الفن كان له نصيب من وقتها في إنها تدمج هواية الفن بالزراعة الداخلية. صراحة عندنا يعني وقت حق ممارسة هواياتنا أكثر وأكثر، يمكن كان عندنا هواية مدفونة أو مغشوشة ما طلعناها، فطلعت كلها المهارات في الكورونا، يعني في وقت الكورونا. طبعاً في مهارات تعلمت جديدة منها الرسم، طبعاً حتى دخولي حق الرسم دائماً أرسم أشياء طبيعية ومناظر طبيعية، فأحب حتى يعني الديكوباج، فن المكرمية إذا دخله في الزراعة، أي شيء في ذي الفنون والكرافت لازم يكون فيه أدخله في الزراعة. طبعاً النباتات في ذي الظروف هذه، في خلال هاي الظروف طبعاً معروف أن النبات يجدد الهواء ونقيه، بيعطينا بيور أكسجين، ومعظم النباتات الداخلية تتغذى على الكيميائيات والملوثات اللي في المنزل، فهذه عندنا فايدة، فبنستفيد في ذي الأشياء في خلال إحنا استخدامنا في هذا الشيء. إن رحلة الاستكشاف الحقيقية
ما تستلزم الذهاب إلى أراضي جديدة، ولكنها تستلزم الرؤية بنظرة جديدة. وهذا بالفعل اللي استطاعت منال تحقيقه من إبداع زراعي متواصل داخل أسوار منزلها، واستطاعت إنها تقول للجميع بأن الدرب ليس سهلاً، ولكن الوصول إلى الغاية جميل.